اسمي انا امينه ذياب فرحات من مجد الكروم. ابوي كان شيخ واخوي كان امام البلد، امام مجد الكروم كله، اسمه محمود ذياب فرحات. انا مواليد 27، يمكن صار عمري 82 83. مجد الكروم هي مجد الكروم وكروم والله يا خالتي، وان شاء الله منعود عليها ومنفرك بعنان العدوين بصلي. ولما احنا طلعنا هربت انا وحياه ابو مرعى الله يرحمه، واتك ويرحمه، كان عندي مرعى والبنت، هربنا. مرقت عمي مريضه واليهود فاتوا من غربوا على بلدنا وهربت هالعالم، قالوا لهم الشباب اللي بيقدروا يوسعوا يوسعوا. كان الجيش عنا، قالوا لهم ما عدناش نقدر نعمل شيء، جانا خبر ننسحب من البلد من العصر، واحنا ضلينا كرامة اهل مجد الكروم ملاح واوادم، ما عادش يطلع بايدنا، امرونا نسحب. طب كيف عملتوا بهالعالم؟ قالوا لهم جانا امر اننا ننسحب. تركوا لهم صرخ ونبكي، وهيك العالم تشوفها كيف يوم القيامة هالعالم. هجينا جينا على لبنان، بلدنا بالذات اجوا عليها عم بذبحوا، عم بقتلين أربعة صافينهن على الحيط وطخوهن. مع جيت واحد بيقولوا له زعيتر بدري شو، كان صديق للبلد، كانوا يجوا اليهود عنا وهن يهودي البلاد، قال له شو بتعمل بمجد الكروم ملحمة؟ ارفع ايدك ارفع، ما بقتل واحد من مجد الكروم، اوادم مجد الكروم. أربعة اللي انقتلوا باش، والعالم هيك ذكر اسماء الحجي، فلت العالم وما قتلوش الا أربعة، والباقي كل واحد راح اللي عنده رزق أخذوا، اللي عنده بيت اللي عنده العادي العادي رجعوا على بيوتهم وعلى دورهم. لحد هلا هذا اخوي اخذ كل ارضنا، اخذ حصته واولاده، وانا حصتي انا واختي واخوي برا اخذتهم اليهود مع اليهود. هلا وكنا نعلي الاربع خمس ايام دبك ورقص وفرح ومرح، والعالم تشوفها كلها اكنا اخوه مع بعض، ترقص لبعضها وتنبسط وتوصل. بالاول ما كان في الكوسه وفضا، كانوا يلموا حطب. في عنا شارع بدك تقول مثل شارع من الدعوق للوزاعي، نص البلد يعني بيجي يقضوا نار. أول أنا كنت يدوروا من كل واحد يقضوا حملة حطب، ما كانش الكوسي ولا شيء، يقضوا نار هون وهون وهون ويعملوا صف صحجة مثل هون وأريحة الشباب، وشباب كانت مثل اليوم فتفيه، كل شاب بفش من هالباب والله يا خالتي، اجوا لهون وماتوا كلهم، ويعملوا صف حولهم، ويجوا اثنين ثلاثة من الدير كانوا يقعدوا يعاتبوا لهالعالم ويغنوا، وتذوقها ان شاء الله نذوقها فرحة بالرجعة. على الله تعود على الله، يا ضايع بيه بلاد الله، وبعدك يا فلسطين تحرم علي بلاد الله، وإن شاء رب العالمين ونكيد العدوين نرجع لبلادنا ونحط بقلب سكين. بقول لك والله واللي اسمه الله لو يظل الروح بصدري ويفتح الطريق حرام علي أحمل محرم. يعني عم بقول لك والله وبيت بناء الله، إيش تيقولوا فلسطين فتحت بس طريق هيك؟ تعوا يلي هون بهاللبنان يطحونا هيك على وين يطحونا؟ اني لا ارجع غير متستر على جسمي بس واترك كل شيء وراي. خالتي انتوا ما شفتوا فلسطين، اللي مش بفلسطين مش عايش صراحة، اللي مش بهذيك الارض مش عايش، بيموت حزين.